محافظ صلاح الدين يشرف على توزيع أجهزة التنفس الاصطناعي لمصابي كورونا في الأقضية والنواحي. محافظ صلاح الدين يطالب بإنجازات الزمن الصعب ويسارع لمؤسسات متعففة بعد ساعات على استغاثتها. اللجنة العليا للسلامة تفرض حظرا شاملا للتجوال اعتبارا من الخميس المقبل، وتراجع الموقف العملي بعد انتهاء عطلة العيد. استياء شعبي كبير من فيديو لعراقي يأكل النفايات في الأعظمية، ومواطنون يتساءلون عن سر ارتفاع سقف الحرمان ببلد الخيرات.